Hello everybody, how are you? I wish you fine. Today we are going to start a new course. إن شاء الله اليوم غنشوفوا درس جديد اللي هو الدرس الثالث. وقبل ما نبداو إن شاء الله ما تنسوا شيء دعموا هذا المحتوى بجام وبابوني وبالتعليقات ديالكم إن شاء الله. يلا لنقول بسم الله ونبداو. So today's course, inshallah, would be about days of the week, أيام الأسبوع اللي غنقراوهم بواحد الطريقة مختلفة على الطريقة النمطية باش قريناهم كاملين. اليوم غنشوفوا الأوريجينز أو الأصل ديال التسمية ديالهم في الإنجليش لانجويج وعلاش الأيام الأسبوع تسموا بهذه التسمية في اللغة الإنجليزية. فإلا بغينا نأرخوا الدايز اوف ذا ويك امتى بانوا امتى تسموا، كنرجعوا للفتره اللي هي ما قبل المسيحيه واللي هي كتسمى البيغان تايمز. البيغان تايمز كان فيها بالنسبه لهم كان عندهم بزاف ديال الالهه، داكشي علاش كانوا كيتسموا البيغان جودز، اوكي، اي الهات ما قبل المسيحيه. فأغلب أيام الأسبوع تسمات إكراماً للآلهة ديالهم اللي هما البيغان غودز. وما نساوش أيضاً الأهمية ديال الشمس والقمر في ذاك الوقت للأيام، حتى هما كانوا كيسميوهم إكراماً للشمس والقمر. So the first day of the week، أول أيام الأسبوع، is Sunday. Sunday. إذن هنا كنشوفوا الكلمة ديال Sunday اللي هي كتنقسم لجوج ديال الكلمات، النصف الأول اللي معنتو الشمس اللي هي sun، والنصف الثاني اللي هو day اللي غتبقى كتكرر وغتبقى تعاود وغتبقى كتعاود، لأن day معنتها يوم. إذن لجينا نديرو الترجمة لهذه الكلمة، هي معنتها يوم الشمس. وحنا في الماضي كنعرفوا على أن الشمس كانت مقدسة بزاف عندهم، لأن بالنسبة لهم كتمنحهم الضوء كتمنحهم الدفء وهي مهمة جدا للعيش. داكشي علاش هداو أول يوم في الأسبوع اللي هما عندهم الأحد، هو أول يوم هداو أول يوم في الأسبوع للشمس وسموه يوم الشمس، لأن عندهم الشمس كانت مقدسة. The second day of the week، اليوم الثاني في الأسبوع، هو Monday. Monday. فاليوم الثاني في الأسبوع سموه بهذا الاسم إكراما للقمر اللي هو مون، وبهكا غيكون المعنى ديال الاسم هو يوم القمر، Monday. The third day of the week، اليوم الثالث في الأسبوع، هو Tuesday. Tuesday. تسمى Tuesday إكراما للإله الحرب عندهم اللي هو تيو، أوكي؟ إذن غيولي الاسم المعنى ديالو هو يوم إله الحرب، Tuesday. Tuesday. The fourth day of the week، اليوم الرابع في الأسبوع، هو Wednesday. وردوا البال هذيك الديره ما كتنطقش، ما كنقولوش Wednesday، It's Wednesday. Wednesday. Wednesday تسمى بهذا الاسم نسبة وإكراما للودن اللي هو الإله الأكبر، the chief god أو لكبير الآلهة عندهم. إذن المعنى ديال Wednesday هو يوم الإله الأكبر، Wednesday. So now let's move to the fifth day of the week، اليوم الخامس في الأسبوع، واللي هو Thursday. Thursday. Thursday تسمى بهذا الاسم نسبة الإله الحرب عندهم اللي هو Thor، وبهكا الاسم كيكون المعنى ديالو يوم إله الحرب، Thursday. The sixth day of the week، اليوم السادس في الأسبوع، هو Friday. Friday. بالنسبة لسبب التسمية بهذا الاسم،
ماشي إله ذكر وإنما أنثى، اللي هي إلهة الحب فريا، وبهكا غادي يكون المعنى ديال الاسم هو يوم إلهة الحب فرايداي. So the seventh and the last day of the week، اليوم السابع والأخير في الأسبوع هو Saturday. Saturday. وتسمى بهذا الاسم نسبة لساترن اللي هو كوكب زحل اللي احنا كاملين كنعرفوه، وأيضا هو إله الزراعة ساترن أو الذي agriculture god، وبهكا غيولي المعنى ديال Saturday هو يوم إله الزراعة Saturday. Okay, let's repeat and read again. نقرأ مرة أخرى. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. إذن إخوان غنكونوا حتى هنا وصلنا لنهاية ديال الفيديو ديالنا، كنتمنى نكون فتكم ولو بالقليل، و goodbye والسلام عليكم.